مسابقة الإماراتية فاز في المباريات الثلاثة الكرة ملعوبة في وسط الميدان. مرور والتجاوز ممتاز رائع جدا، المرور والتجاوز من الجهات اليسار والتمريرة إلى أحمد خليل، خليل يقود هجوم لصالح الأهلي على الجهات اليسرى يلعب الكرة العرضية، هوبا جول لما عاد ليفعلها مرة ثانية في مرمى الهلال مثل ما سواها ليما في المباراة الأولى في مباراة الذهاب، عاد ليكررها ليما في مباراة الإياب. ليما رائع، ليما بالراس، ليما في الجو وعلى الأرض، ليما يسجل الهدف الأول لصالح الأهلي 1-0 عن طريق ليما. ليما رائع جدا في تعامل مع الكرة، شوف الكرة الممررة من الجهات اليسار إلى أحمد خليل، خليل أخذ كرة في الجهات اليسرى لعب الكرة العرضية في خطأ سيشير إليها السيد نواف شكران، وهذا أمر طبيعي جدا في اللحظات التي أصيب فيها سنغور، على مرتين أصيب سنغور في الشوط الأول من المباراة. على كل حال باعتقادي أنه الهلال لا يسجل إلا في شوط المباراة الثاني إن كان سيسجل الهلال. كرة ملعوبة إلى وسط الملعب، واصل الكرة في صالح النادي الأهلي، ساقطة ريبيرو، الله سجل الهدف الثاني ريبيرو، ممتاز يتمكن من الهدف الثاني في صالح النادي الأهلي، خلاص يقضي كل على كل الأمال الهلالية في هذه المباراة ويسجل الهدف الثاني. الهلال من البداية قلت بأنه كان مخدر في هذه المباراة، لذلك يتمكن الأهلي في بداية المباراة أن يسجل وفي النهاية أن يسجل الكرة، يأتي منها الهدف الثاني الآن لصالح النادي الأهلي في كرة ساقطة ممتازة، ريبيرو تعامل معها بصورة رائعة، سجل الهدف الثاني ريبيرو. ماذا يمكن أن نقول؟ دخل منطقة الجزاء ألتون الميدا، حاول أن يسجل لكن كرته مقطوعة والمحاولة الهلالية مستمرة، عرضية منقولة إلى منطقة الجزاء، هوبا هوبا الله، الهلال يقلص الفارق، ممتازة جدا، شعار الهلال يرتفع مرة أخرى في مدرج الأزرق، يسجل الهلال يقلص الفارق، إدواردو لعب كرة ممتازة، كاريري حط الكرة بالكعب باتجاه الميدا، الميدا الذي احترف في قبرص يأتي للسعودية بشكل مثمر مع الهلال، سجل هدف أول في مباراة الماضية، يسجل أول هدف الهلال، بيأخذ كرة ثقة ويضع ثقة كبيرة جدا في وسط الملعب للهلال، إدواردو يستعيد الكرة مرة ثانية، إدواردو على الجهات اليمنى، إدواردو يلعب كرة عرضية راحت بالرأس على طول مقطوعة من المدافعين لتذهب إلى صالح الأهلي، مقطوع الكرة في وسط الميدان، الشلهوب يمر الكرة ممتازة إلى إدواردو، إدواردو جول، الله الله، ويا هلال ويا هلال ويا هلال، رفع الراية زرقاء يا الهلال، الفخر لأجلك يا ما قالوا قال، ما يردك عن امجادك سبب، انت الاول وما فيها سؤال، اوه ادواردو حطها في التسعين، حطها بكل قوة بلغة الهلال، لغة القوة لغة القوة، ادواردو هوبا جول هوبا جول هوبا جول، الله 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 الله، ادواردو ادواردو تحدي حقيقي لديدا وتحدي حقيقي لله، الاهداف والمكتسبات اللي حققها ريبيرو عند الركلة الحرة المباشرة، يلعب كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، ستيري طلع كرة وتسديدة تذهب إلى حارس المرمى، أوه هدف ثالث، هدف ثالث يضع الأهلي الإماراتي في المباراة النهائية بعد إبعاد خاطئ من السديري ودفاع الهلال. قلت لك احتمالات كرة القدم غريبة جدا،
غريبة جدا في مباراتين الذهاب والإياب. في حالة الذهاب والإياب الاحتمالات في كرة القدم غريبة جدا. الأهلي استطاع أن يعود وهدف ثالث يستغله ويسجل كوك يونغ وون الذي يسجل ثالث لفريقه ويذهب بفريقه إلى المباراة النهائية قبل دقيقة واحدة. شوف الكرة مبعدة بقبضة اليد ثم الكرة على طول يسجل من الهدف الثالث. كون الذي تواجد في المكان الصحيح واستثمر الكرة سجلها قوية وسجل منها الهدف الثالث.